مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقع. نتوقع أن يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، والرياح بتكون نشطة مع هبات قوية أحيانا خاصة في الأماكن المفتوحة، والمناطق الصحراوية بتكون مثيرة للغبار والأتربة. أيضا يوم الاثنين في هناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال المملكة وقد تصل إلى بعض المناطق الوسطى. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي توضح درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى، وهذه بتكون واضحة الكتلة الهوائية أو بيكون تأثيرها واضح اعتبارا من يوم الأحد. يوم الاثنين بيكون تأثيرها أوضح، وبالتالي قد تسبب يوم الاثنين سقوط بعض الأمطار المتفرقة خاصة في شمال المملكة. المناطق التي ممكن أن يحصل فيها هطول هي المناطق الشمالية، وهذا يوم الاثنين طبعا، يوم المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى أحيانا. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء تقريبا لطيفة في البداية، لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، والصورة المتوقعة 14 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة: يوم الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها على الأقل ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية، وبتظهر بعض السحب المنخفضة، والعظمى يوم الأحد بحدود 20 درجة، والصغرى أيضا بحدود 12. إذن أيضا بالليل بتكون الأجواء باردة نسبيا. ويوم الاثنين انخفاض آخر على الحرارة، درجات الحرارة أقل من المعدل ما بين 4 إلى 6 درجات، أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال المملكة وبعض المناطق الوسطى. العظمى المتوقعة 19، والأجواء أثناء الليل غائمة جزئيا وباردة نسبيا مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة، والصغرى 11 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أجواء تقريبا لطيفة في ساعات الظهيرة والظهر، لكنها باردة نسبيا أثناء الليل وفي ساعات الصباح والمساء، والعظمى المتوقعة 20 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقع وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية: أجواء غائمة جزئيا، ممكن أن تسقط زخات متفرقة من المطر في منطقة إربد، والعظمى المتوقع 24 والصغرى 15، عجلون 23-15، جرش 24-15، المفرق 23-13 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أجواء غائمة جزئيا مع انخفاض على درجات الحرارة، درجات الحرارة أقل من معدلاتها، البلقاء 22-14، مأدبة 21-12، عمان 20-12، الزرقاء 24-14، البحر الميت 30-21 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أجواء مغبرة تقريبا أحيانا خاصة في المنطقة الجنوبية الشرقية، وأيضا الكرك العظمى المتوقع 23 والصغرى 12، الطفيل 22-12، الشراح 20-10، وإمعان 25-13، والعقبة 30-17 درجة مئوية. المنطقة الشرقية من المملكة أجواء مغبرة، والأزرق العظمى 28 والصغرى 12، الصفاوي 27-11، والرويشد 29-14 درجة مئوية. فنرجو الانتباه من الأتربة المثارة على الطرق الصحراوية بسبب نشاط الرياح والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. 2. الانتباه من تشكل ضباب مع ساعات فجر يوم الاثنين خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، وهذا أيضا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. ونرجو الانتباه من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، لذلك ينصح بارتداء ملابس دافئة خلال الأيام القليلة القادمة. نتمنى للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع